لان هو طول عمره بيحافظ على صحته ومصلي وما سيبش فرض. ربنا كان عايز ياخد ابيض، ما كانش حاسس باللي هو فيه، وما كنا بنشوفه كده كنا بنتضايق على حالته. المخرجة منال الصيفي أرملت الفنان أشرف مصلحي بتحكي تفاصيل آخر أيام في حياته، وإنه ما كانش حاسس بأي حاجة بتحصل حواليه. وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة، الحالة بدأت من 3 سنين، كانت سرطان في المخ، وبعد ما عمل العملية كان كويس، لكن تدهورت الحالة وده أمر طبيعي، لكن نوع السرطان كان شرس جدا. وفي أيامه الأخيرة هو ما كانش حاسس قوي باللي هو فيه، وإحنا لما كنا بنشوفه كده كنا بنتضايق، لأنه طول عمره كان محافظ على صحته وبيروح الجيم ولا بيشرب خمور وبيصلي دايما وما بيسيبش فرض. ربنا كان عايز ياخده أبيض، وكل الناس كانت بتسأل عنه. ووصيته الأخيرة ليا إن أخلي بالي من الأولاد. هو كان أب عظيم وزوج رائع ومحبوب بجد، ودعواتكم ليه. منال الصيفي زوجة الفنان الراحل أشرف مصلحي مثال للزوجة الصبورة بنت الأصول اللي وقفت جنب جوزها وما سابتوش لآخر لحظة في حياته. منال الصيفي هي مخرجة مصرية من بيت فني، ابنة المخرج حسن الصيفي والفنانة القديرة زهرة العلا. تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الإخراج سنة 1993. بدأت رحلتها الفنية بالعمل كمخرج مساعد، وكان أول فيلم أخرجته هو فيلم الحياة منتهى اللذة، وده كان سنة 2005. بعدها اشتغلت كمخرج مساعد في فيلم هي فوضى، قدمت فيلمها التاني المش مهندس حسن وكان سنة 2008. وبعدها اتجهت للتلفزيون وأخرجت مسلسل نونة المأذونة وكان سنة 2011، وفي 2012 أخرجت مسلسلين هما الهلال سلالم ورسائل. منال الصيفي كانت واقفة جنب جوزها الفنان الراحل أشرف مصلحي في كل خطوة، ما سابتوش ولا تخلت عنه لحظة واحدة، كانت دايما بتطلب من جمهوره ومحبيه ان هم يدعوا له يقوم بالسلامة ويرجع يقف على رجله من تاني. وبعد خروجه من المستشفى قررت انها توفر له طاقم رعاية كامل كأنه في المستشفى بالظبط، جابت له طاقم ممرضات ودكاترة يكونوا جنبه في البيت 24 ساعة. قالت ان حالة زوجها الفنان اشرف مصلحي ما فيش فيها اي تحسن تماما، حتى العلاج مش جايب نتيجة وبيضطر يلجأ لجلسات تنفس صناعي علشان يقدر يعيش، خصوصا ان مرض التهاب الدم ده مرض خطير بيصاب بيه الانسان نتيجة بكتيريا او فيروس في مجرى الدم، كمان بيهاجم الجهاز المناعي للجسم. لكن للأسف انقطاع الكهرباء باستمرار وقتها اثر على حالة الفنان اشرف مصلحي بالسلب، وطلعت منال الصيفي اتكلمت عن حالته واكدت انه ما بقاش يفضل طول اليوم على جهاز التنفس الصناعي، لكنه بيحتاج حوالي 3 جلسات تنفس صناعي يوميا علشان يقدر يكمل. لكنه في مرة من المرات الكهرباء قطعت لمدة 1.5 ساعة وهو كان على جهاز التنفس وحالته سائد جدا وحرارته ارتفعت. رحم الله الفنان الراحل أشرف مصلحي.